واروح لوزير التعليم احمد زكي بدر اللي اكد على دور المعلم في بناء وتاهيل المجتمع، مشيرا الى ان المعلمين لا يتوانون عن اداء رسالتهم الساميه على اكمل وجه في ظل الامكانيات والظروف المتاحه. ده جه خلال احتفاليه التكريم للمدرسين الفائزين في المسابقه السنويه لبرنامج انتل للتعليم بمقر ديوان وزاره التربيه والتعليم، واللي شارك فيها 22 محافظه. ورفض الدكتور احمد زكي بدر تشكيك اي شخص في اي عنصر من مفردات المنظومه التعليميه وخاصه المعلم بدون دليل او سند قانوني، معتبرا حتى في حال ظهور حاله فرديه غير منضبطه لا يقلل ابدا من كفاءه القطاع التعليمي ومسيره التعليم في مصر. يا سلام على مسيره التعليم في مصر دي. وقام احمد زكي بدر وزير التربيه والتعليم في ختام الاحتفاليه بتكريم المدرسين الفائزين في المسابقه السنويه لبرنامج انتل باهدائهم شهادات تقدير وجوائز عينيه. هنشوف التقرير، ولكن حابب اربط الخبر ده بخبر اخر، وهو ثوره اصحاب والشركات والمؤسسات اللي بتصدر الكتب الخارجيه واللي اعتمد عليها الطلبه المصريين لسنين طوال. الحكايه ان الوزير قال لك الكتب الخارجيه بقى ليها شهر معين عشان يتم اعتمادها فيها، وفوق كده هيدفع عليها رسوم باهظه. بيقولوا ان في بعض الشركات هتدفع 40 و50 مليون عشان الكتب اللي انتوا عارفينها للولاد بيعتمدوا عليها. حقيقه على المستوى الشخصي مش فاهم القرار، ومش فاهم يعني ايه ان انا احارب الكتب الخارجيه على اساس ان ليا حق ملكيه فكريه، مع ان المنطق والعقل بيقول ان انا اقوي الكتب المدرسيه، وفي وقتها ما حدش هيجري يشتري من حر ماله كتب خارجيه، مش ان انا احط افرد جبايه واراها بكل تواضع جبايه. عايز اقول فوجئت النهارده برساله على ان في موقع كونوه الكثيرين من المهتمين والمنتفعين، وده شيء مش عيب، من الكتب الخارجيه، سموه اسم صعب جدا جدا، كان ليه اعتراض على الاسم حقيقه، ولكن احنا في بلد الحريه، مش هم بيقولوا لنا كده؟ الاسم الموقع بيطالبوا فيه على الفيسبوك فليسقط الطاغية. بينضم ليه على التليفون دكتور نبيل فاروق الكاتب الكبير. دكتور نبيل اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. فعلا في موقع او في مدونة او في جروب اتعمل بهذا الاسم يا دكتور نبيل؟ في موقع، بس هو انا اللي عايز اقول لك ان الموقع لا صلة له بموضوع كتب الخارجية خالص. لان المشكله ان تصحيح الامر والوصول به بانها مشكله كتب خارجيه هو الذي يجعل من الامر كارثه او ماساه. جميل. القضيه كلها ان هو الموقع بيطرح سؤال، هل من حق اي وزير ان يفرض بجره قلم دون قانون، دون مجلس الشعب، دون راي شعبي، قرار برسوم مليونيه بالملايين يعني نفرض على الكتاب؟ انت بتعالج الحكايه من المنبع. انا مش ببص الموضوع، هي مشكله الموضوع كله تكمن في ان الناس فكروا فيها ككتب خارجيه. ايوه. انما تعالى نفكر في الموضوع بشكل بقى عملي ومنطقي، واقول لك ليه الموقع ده اتعمل وليه بيطالب بعزل زكي بدري. القرار اللي اتخذ ده لا مثيل له حتى في عهد هتلر وموسوليني. يعني انت دلوقتي جيت قلت لي انا كوزير اولا تعديت على الملكيه الفكريه لمؤلفي الكتب ونسبتها الى الوزاره، وهذا غير قانوني، لان الملكيه الفكريه وفقا للقانون هي ملكيه المؤلف وليس ملكيه الناشر، والوزاره ناشر وليست مؤلفا، واذا كان هناك مؤلفين فهم الافراد اللي الفوا مش الوزاره. بس لو الوزاره دفعت للافراد المؤلفين دي فلوس يبقى هي امتلكت الحق. الملكيه الفكريه بيقولوا ان الملكيه الفكريه لا تباع ولا تشترى، انت بتاخد حق الاستغلال المالي للكتب للملكيه الفكريه، معنى جميل انك انت تقدر تبيع الحاجات ديت، تبيع بيع يعني انت تبيع كتب الوزاره بسعر غالي. ايوه. لكن محتوى كتب الوزاره ما زال يدخل في قائمه كتب الملكيه الفكريه لاصحابها ومؤلفيها وسيظل مدى الحياه. جميل. يعني هم حتى اصحابها نفسهم ليس لهم حق التنازل عن حق الملكيه الفكريه. طيب يعني انت عايز تقول لي ان فليسقط الطاغيه الموقع ده معمول عشان حكايه فرض رسوم او جبايه بدون قانون او بدستور او اي حاجه؟ تعالى نحسب تداعيات هذا الامر. اولا ان هو الوزير جنى مليون جنيه من هذا الموضوع، مش هقول لك ملايين لانه الملايين دي اللي بتدخل تحت نطاق اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، فهو امر بما لا يستطاع. ايوه. انما هو لو جينا فرضنا ان هو حصل جنيه، اللي هيحصل ان باقي الوزراء سيتنافسون بالتالي لاثبات ولائهم للدوله وليس طبعا للشعب،
في تحصيل مزيد من الرسوم لصالح الخزانه، خزانه الدوله. هنبص نلاقي كل وزير حيرى من وجهه نظره انه يفرض الرسوم على ما يخصه. وزير وصلت النقطه دي، وصلت النقطه دي. كلمني عن الكتب الخارجيه. انا كتب الخارجيه اصلا لا انا مؤلف كتب خارجيه ولا انا ناشر كتب خارجيه ولا بس مهتم بالشان العام يا دكتور نبيل. ما هو الشان العام والكتب الخارجيه دي جزء من الشان العام. والله ويا رب ما يطلع حد يقول ان احنا الحمد لله ما ولا بنالف ولا نعرف يعني ايه تاليف. ها ما هي القضيه كلها بقول لحضرتك، انا ما اثرني ليس الكتب الخارجيه. الكتب الخارجيه طبعا هم من حقهم طالما بيدفعوا الضرايب ان هم ينشروا كتبهم دون الرسوم الغريبه دي. يعني انا ما شفتش في عمري كله ولا في اي مرحله من التاريخ ان حد فرض رسوم بالقدر ده. ايوه خاصه عندما يفرض هذه الرسوم على ما لا يملك مقابل ما لا يملك. يعني هو لا يملك حق الملكيه الفكريه، وده يعني لو رحنا جبنا واحد من اولى ابتدائي ملكيه فكريه هيقول له هذا الكلام، ان مفيش حاجه اسمها ان الناشر بتاع اي كتاب يملك حق الملكيه الفكريه بتاعته ولا يقدر يشتريه ولا يملك حتى صحفه انه يبيعه. ها مش يعني كان الاولى ان سياده الوزير يحاول يحسن جوده الكتب التعليميه كان المفروض. انا متصورت كلمه تطوير التعليم، انا بصيت لها، انا جاي من التطوير من نوع من الحيوانات له نفس الاسم. يعني انا لقيت ان اللي بيحصل ليس تطويرا للتعليم، هو اللي بيحصل شيء ملوش مسمى، يعني ما تعرفش تقيله مسمى. بيحصل اكثر من ان في نوع من عنفوانيه التعامل، جبروت التعامل، الحميه. يعني هي دخلت في حاله ديكتاتوريه اكثر منها حاله تستهدف اي شيء اخر. ها طب قول لي حضرتك، مش العنوان صادم شويه فليسكت الطاغيه ده؟ لان ما يحدث صادم، فكان لابد له من عنوان صادم. مش عنوان قوي قوي ها؟ ما هو الطاغية؟ دعنا، الطاغية هو الذي يصدر قرارات غير منطقية مستندا إلى سلطته فقط. مش هو ده الطغيان؟ يعني قرارات لا ليست منطقية وليست عاقلة وليست في محلها فقط لأنها يمتلك السلطة لإصدارها. ايوه لا يوجد أي سند آخر. إذا فما يمارسه وزير التعليم هو نوع من الطغيان. وإحنا بنحارب هنا الطغيان، مش بنحارب كم واحد اتضم للجروب ده لحد دلوقتي يا دكتور؟ والله انا مش بتابع كم واحد، انا لسه يعني لسه كاتب مقال عشان اقول للناس ان هو الجروب ده موجود، ولسه امبارح بس الجروب اطلق. فما اعتقدش ان حتى هذه اللحظه هيكون عدد كبير، ولكن على الاقل يعني انت تشوفه بعد اسبوع مثلا او بعد 5 6 ايام تشوف عدد اللي انضموا له قد ايه، لان هو الوزير برضه ساب وراه كميه جروح تخليك شايف واثق ان اللي انضموا له هيبقوا كتير قوي. بشكرك، وصلت الرساله ووصلت وجهه النظر دكتور نبيل فاروق الكاتب الكبير، بشكرك شكرا جزيلا. تعالوا نشوف لقاء الوزير مع المعلمين.